السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نافذة اللغة العربية، رياض الأطفال، المستوى الثاني، الفصل الدراسي الأول. زيكم يا أصدقائي، عاملين إيه؟ أنا صديقتكم توتا، وهعرفكم بصديقي أنا تيمو. عاملة إيه؟ الحمد لله. مستعد للمذاكرة معايا النهاردة؟ أيوة أكيد إن شاء الله. يلا بينا، يلا عشان نحلوا مع بعض الأسئلة بتاعتنا الجميلة. بس قبل ما نحلوا الأسئلة الجميلة النهاردة، هناخدوا حرف التاء. تعالوا كده يا ولاد معايا نشوفوا سؤال المراجعة. قبل قصة حرف التاء، كون كلمة. أعطيني مجموعة من الصور وطالب مني أكون الكلمة. الصورة اللي عندي دي يا ترى صورة إيه؟ صورة رمان. برافو عليك. نقرأ الحروف ميم نون مد بالألف راء. يا ترى أول حرف هاخده معايا إيه؟ حرف أنت قلت إيه؟ الراء. رمان. راء ميم مد بالألف نون. رمان راء ميم مد بالالف نون. وتاني صوره معايا هي صوره برج، وطالب مني ان انا ارتب كلمه برج. يلا بينا. اول حرف باء. باء باء. حرف الباء. باء راء جيم برج. هنقرا مع بعض دلوقتي قصه حرف التاء. ركزوا يا اصدقائي عشان تشوفوا الكلمات في اول الكلمه ووسط الكلمه واخر الكلمه اللي بتبدا بحرف التاء. يلا اسمع معايا. والد تميم فلاح نشيط، عنده بستان جميل فيه أشجار تين وتفاح وشجرة توت كبيرة. تسلق تميم شجرة التوت ينتظر بابا حتى ينتهي من سقاية الأشجار. يلا بينا نطلع الكلمات اللي فيها حرف التاء. تميم بستان تفاح تين توت تسلق تميم التوت ينتظر حتى ينتهي. خدتوا بالكم يا اصدقائي من الكلمات اللي فيها حرف التاء؟ طريقه كتابه حرف التاء. طبعا يا اصدقائي احنا اخذنا طريقه كتابه حرف التاء في كي جي 1، لكن احنا دلوقتي برضو هناكد عليكم اللغة العربية. بكتب من اليمين للشمال، من اليمين إلى الشمال. تعالى معايا كده وهكتب كمان على السطر حرف التاء. كمان مرة معايا تاء تاء تاء. وما تنساش يا أصدقائي إن أنا في اللغة العربية بكتب من اليمين إلى اليسار. أشكال حرف التاء. تيمو صديقنا هيقول لك أشكال حرف التاء. شكل حرف التاء لما يجي اول الكلمه هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيمد ايده علشان يمسك ايد الحرف اللي بعده. برافو عليكم. طيب حرف التاء وسط الكلمه هيمد ايده يمسك ايد اللي قبله والحرف اللي بعده. بس ممكن يجي قبله حرف من الحروف النافره. فكروني الحروف النافره تاني، الف وواو، دال وزال، راء وزاي. طب حرف التاء لما يجي اخر الكلمه هيمسك ايد الحرف اللي قبله بس مفيش بعده حاجة. ممكن برضو يجي قبله حرف من الحروف النافرة. أصوات حرف التاء. احنا عارفين يا أصدقائي ان احنا عندنا أربع فصول من فصول السنة، صيف شتاء خريف ربيع. كل حرف من الحروف بيروح يتفسح مع فصول السنة. النهاردة حرف التاء هيتفسح مع فصل الصيف، وهو بيتفسح مع فصل الصيف. طبعا احنا عارفين ان الشمس بتبقى شديده الحراره. حرف التاء هيجري بسرعه ويحط فوق راسه ايه؟ يحط فوق راسه قبعه. يا ترى القبعه دي اسمها ايه يا ترى؟ فتحه. هيبقى الحرف صوته تاء. برافو عليك، الحرف صوته تاء. تعالوا نشوف مع بعض حرف التاء. قال انا هروح اتفسح فصل الشتاء. قعد يتفسح ويتزلج على الزلاج. هو بيتزلج حصلت حاجه غريبه خالص. حرف التاء تحتيه شرطه. الشرطه دي بتبقى تحت حرف التاء بس؟ لا، تحت اي حرف. اسمها ايه؟ اسمها كسره. اسمها ايه يا ترى؟ صوته هيبقى ايه؟ تي. جه بعد كده هو اتقال انا هروح فصل الخريف. احنا عارفين ان فصل الخريف بتتساقط اوراق الشجر. ويا ترى ايه اللي بيحصل في الجو؟ الجو بيبقى هواء. خد حركه الضمه، الحرف صوته تو. الحرف صوته تو. كمان راح الحرف بقى. انا تعبت، انا هستكين واروح اقعد في فصل ايه؟ في فصل الربيع. وفصل الربيع بتتفتح الازهار، والحركه اللي موجوده عندي دي اسمها سكون. وطبعا احنا عارفين ان حركه السكون ضعيفه، لازم احط قبليها حرف. يا ترى هتنطق ايه؟ أت. أت.
تعالوا مع بعض كده ت تي تو ات. الحركات القصيره لحرف الت. تعالوا نشوفوا اصدقائنا. عندي صديقنا لابس تيشيرت اصفر دور حاطط ايده فوق راسه، يا ترى هتنطق ايه؟ ت. صديقنا التاني حاطط ايده تحت راسه هتنطق ايه؟ تي. تالت حركه معايا تو، واخر حركه معايا ات. اقرا كده معايا ت تي تو ات، ولما اقول لك الحركات القصيره هتقراها بسرعه. يلا كده نشوف حصيله لغويه على حرف التاء. تاج، تمر، توت، تفاح، تمساح، تين، كتكوت، ختم. يلا معايا تاء فتحه تاء. هنشوف الكلمات: تمر، تاج، تاء كسرة تي، تاء كسرة تي، تين، تمساح، تلفاز، تمثال. تاني تاء ضمة تو، توت، تفاح. تاء سكون، يلا نقرأ مع بعض: كت كوت، ختم. يلا بينا بقى نستهجى السورة اللي قصادنا دي، سورة تاج. يلا بينا مع بعض نستهجى كلمة تاج. يلا معايا تاء، تاء صوت حرف التاء عليها فتحة. طب بص اسمع معايا تاء، انا طولت قوي، ده مد بالالف، يبقى تاء مد بالالف، تاج، جا جا حرف الجيم. وخلي بالك التاء مدت ايديها علشان تمسك ايد الحرف اللي بعدها، جه بعديها مد بالالف تاء، تمام. مد بالالف برضو مش بيمسك ايد الحرف اللي بعده، تاج، جا بعديها حرف الجيم. اقرا معايا كده تاج. يلا بينا كمان نكتب كلمه تاج. تاء مد بالالف جيم، تاج. تاء مد بالالف جيم، تاج. الصوره اللي معايا ديت صوره تين. تاء، ويا ترى اللي بعديها دي مد بالياء. تاء مد بالياء، نون، تين. كمان مره معايا تاء مد بالياء، نون، تين. كمان مره معايا يا اولاد تاء مد بالياء، نون، تين. تاء كسرة تين. الصورة اللي معايا صورة توت. يلا بينا نستهجى مع بعض كلمة توت. يلا معايا توتو، صوت حرف التاء عليها ضمة. اسمع معايا تو، انا طولت قوي، ده مد بالواو، والتاء مدت ايديها علشان تمسك ايد الحرف اللي بعدها اللي هو مد بالواو تو. طب مد بالواو مش هيمسك ايد الحرف اللي بعده اللي هو ايه يا ترى؟ توت، بعديها حرف التاء. استهجى معايا كده يلا، تاء مد بالواو تو، مد بالواو تاء توت. استهجى كمان مره، تاء مد بالواو تاء توت. الصوره اللي عندي دي صوره كتكوت. كاف، تاء، كاف، مد بالواو تاء، كتكوت. كمان مره معايا، كاف، تاء، كاف، مد بالواو تاء، كتكوت. كاف، تاء، كاف، مد بالواو تاء، كتكوت. حلل الى مقاطع. يعني ايه حلل الى مقاطع؟ هقول لك بقى يلا اصدقائي. المد مع الممدود، والساكن مع اللي قبله، والمتحرك لوحده. اعطيني كلمات وطالب مني يا اصدقائي ان انا احللها. يا ترى الصوره اللي عندي صوره ايه؟ صوره كتكوت. طيب الصوره لما هتتحلل هتتحلل ازاي؟ يلا بينا كده يا اصدقائي. كت، كاف والتاء مع بعض، وبعدين الكاف والمد والواو مع بعض، وبعدين التاء. طب هو حط الكاف والتاء مع بعض ليه؟ عشان التاء عليها ايه؟ عليها سكون. والكاف والواو مع بعض ليه؟ عشان خاطر الواو مد بالواو وقبليها الحرف الايه؟ الممدود.
وبعدين هقول لكم على حاجه جميله قوي، قطع 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 كل حرف في مقطع الساكن واللي قبله والمد مع الممدود والمتحرك لوحده. تاني صوره معايا هي صوره تين، يلا بينا نفتحها مع بعض. السؤال بيقول لي حلل الى مقاطع تاء مع مد بالياء هيقفوا مع بعض، والنون هتقف لوحدها، يبقى تاء مع مد بالياء والنون هتقف لوحدها. تالت صوره معايا صوره رمل، الساكن هيقف مع اللي قبله، الراء هتقف مع الميم، واللام هيقف لوحده. اخر صوره معايا هي صوره تاج، برافو عليكم، فيها مد بالالف هيقف مع اللي قبله، التاء هتقف مع مد بالالف والجيم هتقف لوحدها. السؤال بيقول انطق ثم اكتب الكلمه، يلا بينا نستهجى مع بعض. اول صوره عندي صوره تاج، يلا بينا نستهجاها، هتبقى تاء مد بالالف جيم تاج. الصوره اللي عندي صوره توت، تاء مد بالواو تاء توت. الصوره كمان اللي عندي صوره بنت، باء نون تاء بنت. الصوره اللي عندي ديت صوره فراشه، فاء راء مد بالالف شين تاء مربوطه فراشه، تاج توت. اكتب الحرف الناقص، يلا بينا نشوف الحرف الناقص اللي عندي. طب دي صورة ايه؟ برج. ايه الحرف اللي ناقص يا ترى؟ حرف الباء برج، حرف الباء برج. طيب تاني صورة معايا هي صورة ختم، يلا بينا نستهجى مع بعض ونشوف ايه الحرف اللي ناقص. صوت حرف التاء هو اللي ناقص، ختم. اخر صورة معايا توت، الحرف اللي ناقص هو حرف التاء. استنى نقرأ مع بعض، برج ختم توت. كمان مرة يا أصدقائي معايا، برج ختم توت. يلا بينا نشوف العمل في الحديقة وهناخد المهن والأدوات، هنسمع المعلم بيقول إيه وهنشوف هو عايز مني إيه. اسمع معايا كده، يعمل عامل البناء في الحدائق، وتاني حاجة يستمتع عامل البناء بعمله. شوف الصورة اللي قصادك دي، شايف ايه؟ لا، شايفين يستمتع عامل البناء بعمله، انا هختارها. تاني صورة معايا ترى شايفين ايه؟ طب تعالوا نقرأ، يرسم المصمم مخطط الحديقة. تاني جملة، يعمل المصمم في الحدائق. تالت جملة، يستمتع المصمم بالرسم. لا، يستمتع المصمم بالرسم. ومعدنا مع قطار الشطار، يلا يا أصدقائي بسرعة بسرعة هنقرأ السؤال مع بعض، وبسرعة بسرعة نحل قطار الشطار، وفي انتظار إجاباتكم. اقرأ ثم لاحظ صوت الحرف، أول أم آخر، وضع علامة صح. عندي صورة تفاح، برج رمان. بسرعة بسرعة يا أصدقائي، مستنية إجاباتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.